Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nalqaki maratan ukhra fi hadhihi al marra fi hadha al asbu' ولكن هذه المرة ليست مباشرة ولكن عن طريق الفيديو كما عرفتم لسبب من الأسباب أنا لا أستطيع أن أحضر وأكون معكم في هذا اليوم. طيب على كل حال نستمر بهذا الفصل إن شاء الله بعد قليل. طيب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم والموضوع الجديد سنتكلم في هذا اليوم هو النشوز. طيب الآن ننظر نعرف النشوز وحكمه يعني حكم للنشوز والنشوز معناه العصيان يعني مثل معنى المعصية أيضا وهو مأخوذ من النشز بسكون الشين وفتحها ونشوز المرأة يعني نشوز المرأة معناها عصيانها لزوجها يعني المرأة لا تسمع أو لا تطيع لزوجها وهذا يعتبر العمل هذا يعتبر نشوز وتعاليها عما أوجب الله عليها من طاعته أي تنكر زوجها الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الآية من سورة النساء الآية 33 أي تخافون عصيانهن. طيب ثم ننظر إلى حكم النشوز والنشوز حكمه حرام وهو كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه أي دعا الرجل امرأته للجماع أو للوطئ فلم تأته أي أبت هذه المرأة أو رفضت هذه المرأة فبات غضبان أي نام الرجل أي الزوج في حالة الغضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. بما يكون النشوز أي ما هي الأسباب التي تسبب المرأة تكون ناشزة لزوجها ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجها وعصيانها له وذلك كأن أولا خرجت من بيته بغير عذر من غير إذنه أو بدون إذن الزوج أي إذا خرجت المرأة بدون إذن زوجها فهذا يعتبر نشوز. طيب ثانيا سافرت هذه المرأة بغير إذن الزوج ورضاه أيضا تعتبر نشوز أو لم تفتح له الباب ليدخل لم تفتح الرجل يرجع من العمل مثلا ويريد الدخول إلى بيته والزوجة من داخل لا تفتح له الباب هذا أيضا يعتبر من النشوز أو لم تمكنه من نفسها بلا عذر هذا معناه أن الرجل أراد أن يجامع زوجته والمرأة لا تريده. طيب المرأة ترفض لا تريد بلا عذر لم ما عندها مرض أو غير ذلك فهذا يعتبر أيضا من الفعل الذي يؤدي إلى النشوز أو دعاها فاشتغل بحاجتها الرجل دعا زوجته وهي تسمع يعني هذا صوت لزوجها ولكن ما أجابت واشتغلت هي يعني بعملها مثلا أنها تعمل يعني تعمل بأي فعل أو بأي عمل في البيت تسمع صوت يعني الرجل أو زوجها
زوجها يدعوها إلى 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 فعل أي فعل من الأفعال، واشتغلت هي تستمر في العمل، ولم تسمع أو لم تأتي إلى زوجها مثلا. ووجد منها زوجها إعراضا وعبوسا، هذا أيضا من النشوز، أي يعني لا تبتسم إلى زوجها، يعني تكون عبوسا، لا تتكلم مثلا، إعراضا، تبتعد من زوجها، وهذا أيضا يعتبر من النشوز. ثم بعد ذلك سمع منها كلاما خشنا على خلاف عادتها وغير ذلك، أي حينما تتكلم المرأة مع زوجها تتكلم بكلمة خبيثة أو خشنا، يعني ليست خبيثة، ليس شرط أن يكون الكلام يعني كلام خش كلام يعني فاحشة، كلام فاحش، ولكن خشن يعني ليس لطيف، كلام لطيف. المفروض الزوجة حينما تتكلم مع زوجها أن تكون كلاما لطيفا ولينا هكذا، ولكن المرأة هذه تكلم بخشونة، يعني كلام خشن، يعني كسار، يعني بكلمة التي لا تليق أن تقولها للزوج. وكيف نعالج على النشوز؟ طيب النشوز نعتبره كمرض، والمرض يحتاج إلى العلاج، وكيف نعالج هذا النشوز؟ طيب إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز، حينما يرى الرجل علامات النشوز في زوجها، عفوا في زوجته، فأولا يستحب له أن يعظها بكتاب الله، أي يذكرها بكتاب الله عز وجل، ويذكرها بما أوجب الله عليها، ويحذرها غضب الله سبحانه وتعالى وعقوبته. هذا يذكر، نوع من التذكرة، نوع من إنذار لهذه الزوجة بما أوجب الله عليها، ويحذرها أيضا بغضب الله تعالى عليها وعقوبته. ويستحب أن يقول لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، كأن هذا الحديث يعتبر تشجيع، تشجيع لهذه المرأة لكي تطيع زوجها. لماذا؟ أي امرأة، يعني أي امرأة التي ماتت في حالة أن زوجها راض عنها تدخل الجنة هذه المرأة. إذن هذا نوع من التشجيع. ثم بعد الإنذار، بعد التشجيع، بعد قراءة هذا الحديث والآيات القرآنية، ما زالت هذه المرأة يعني ناشزة لا تسمع لزوجها، ففي هذه الحالة إن تحقق نشوزها وأصرت على إعراضها، يعني أصرت، يعني ما زالت وهي تستمر في النشوز، هجرها في المضجع، هجرها أي لا تنام معها في المضجع، يعني تتركها أن تنام لوحدها مثلا، لأن الهجر أثرا ظاهرا في تأديبها، لأن المرأة نفسيا لو ترك الزوج مثلا هذه المرأة أن تنام لوحدها لمدة معينة، فهذا نوع من التأديب. والمراد بالهجر هي أن يهجر فراشها، أي يترك فراشها أن لا ينام معها، فلا يضاجعها فيه، أي لا ينام معها في هذا الفراش. ثم من معالجة النشوز أيضا، وأن تكرر، وإن تكرر نشوزها، أن تستمر نشوز وأصرت على عصيانها، أي تستمر في العصيان، لا تسمع أيضا بعد يعني التوعيد، بعد مثلا التذكرة هذه، وبعد التشجيع، وبعد ترك الفراش، ما زال هذه المرأة تكرر أو تكرر نشوز، يعني تستمر في النشوز ومصرة على عصيان، فكان له أن يضربها، أي يجوز للزوج في هذه الحالة ضرب زوجته، لكن لأجل التأديب غير مبرح،
أي لا يجرح لحما، أي لا يسبب أو لا يؤدي إلى الجرح، ولا يكسر أيضا عظما، ولا يضرب وجها، أي يبتعد حينما يضرب هذا الزوج زوجته، فيبتعد عن ضرب وجهها، ولا موضع مهلكة، أي أي مكان الذي يؤدي إلى الهلاك. طيب، ودليل هذه الأحكام، من أين نأتي بهذه الأحكام؟ الحكم الأول وهو يعني التذكرة أو التشجيع، وأيضا الابتعاد أو ترك يعني الفراش، وأيضا ضرب. هذا من أين نأتي هذه الأحكام كلها؟ الأحكام كلها تأتي من الآية الكريمة، من حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني نبدأ بموعظة، ثم واهجروهن، الهجر أو ترك الزوجة من في فراشها، يعني نتركها لا ننام معها، في المضاجع واضربوهن، هذا هو المرحلة الأخيرة والضرب. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. طيب، انتهينا من النشوز، ثم الآن ندخل في موضوع آخر وهو الشقاق. طيب، فإن استحكم الخلاف بينهما، طيب إذا حدث الخلاف بين الرجل والمرأة، يعني بين الزوجين، وتعذرت إزالته بواسطة الزوجين، تعذرت يعني لا يستطيع الزوج أن يحل هذه المشكلة، ورفع الأمر إلى الحاكم، طيب بعد يعني النقاش لا يحل المشكلة، المشكلة ما زالت يعني قائمة، رفع الأمر إلى الحاكم، طيب، ووجب عليه أن يوسط للإصلاح بينهما حكمين مسلمين عدلين عارفين بطرق الإصلاح. حينما وصل هذا الأمر إلى الحاكم، وجب على الحاكم أن يوسط، أي يعني أن يأتي برجلين، يعني الذي يصلح بين الرجل والمرأة هذين. طيب، ويندب أن يكون أحدهما من أهل الزوج، واحد أن يكون يعني وكيلا من أهل الزوج، والآخر من أهل الزوجة، يعني هذا حكمين، وهذان الحكمان وكيلان للزوجين، كما قلنا، فيشترط رضا كل من الزوجين بوكيله. يعني إذا حدث الخلاف بين الرجل والمرأة، يعني ليس هناك حلا، لا يوجد هناك طريق للوصول إلى الحل، لحل هذه المشكلة، طيب كيف نعمل؟ يعني نشكو إلى الحاكم، والحاكم بعد ذلك سيعين رجلين، رجل من وكيل كوكيل الزوج، ورجل آخر وكيلا للزوجة، وهذا يعتبر حكمين، يعني يناقشان، وأيضا يحاولان هذين الرجلين لحل هذه المشاكل الزوجية. طيب، وإذا اختلف الحكمان ولم يتوصل إلى رأي واحد، أحيانا يعني الحكم له رأي، والحكم آخر له رأي آخر، ولم يتوصل إلى رأي واحد، أي لا يستطيع أن يتفق على رأي واحد، بعث القاضي حكمين غيرهما، أي يجوز للقاضي أن يرسل أو يبعث يعني أو يختار حكمين غيرهما حتى تجتمع على شيء واحد، حتى يتفق على أمر واحد. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذا دليل على جواز بعث يعني الحكمين آخرين إذا لم يجتمع هذان، يعني الحكمان الأولان. طيب، ثم انتهينا من الشقاق، ثم نتكلم عن فرق الزواج وأنواعها. طيب، الجهات التي تملك التفريق،
لابد أن نعرف ونفهم أن الفراق بين الزوج والزوجة ليس فقط يأتي من قبل الزوج، هذا لابد أن نفهم. طيب صحيح الرجل له حق في الطلاق، نعم، ولكن الزوجة لها حق أيضا في التفريق، طيب مثل العصمة، وأيضا تفريق باتفاق الزوجين، باتفاق زوجين مثل الخلع، والتفريق أيضا بسبب سلطة القاضي، أي أمر من القاضي، الحكم من القاضي، أو مثلا الإعسار، النفقة، الضرر. الرجل لا يستطيع أن ينفق على زوجته وأولاده، فهذا يعتبر يعني ضرر، وهذا أيضا من الضرر، بسبب هذا يسبب على الضرر للأسرة. ثم التفريق بحكم الشرعي، مثلا الظهار، الإيلاء، اللعان وغير ذلك. إذن من هنا نعرف ونفهم أن التفريق بين الزوجين ليس بطريق واحد كما فهم البعض، ولكن هناك طرق كثيرة للتفريق. طيب أولا نتكلم عن الطلاق. الطلاق في اللغة الحل والانحلال، طيب، والطلاق شرعا عند الشافعي حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، حل عقدة النكاح. طيب ثم عند الحنفي رفع قيد النكاح في الحال أو مآل بلفظ مخصوص، هذا تعريف لمن؟ للحنفي. وأما عند المالكي صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته، وهذا عند المالكي، لا نحتاج إلى شرح كثير، هذا الطلاق معروف، يعني حل عقدة النكاح هذا بوجه عام. والحنابلة حل قيد النكاح بعض أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها. ما هو الدليل على جواز الطلاق؟ قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا دليل واضح على أن الطلاق شيء مشروع في الإسلام. طيب ثم ننتقل إلى تعريف الطلاق ما زلنا في تعريف الطلاق ودليل مشروعيته. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. أبغض الحلال، هذا شيء حلال، ولكن أن الله تعالى لا يحب هذا المرء الذي يطلق زوجته، وخاصة يعني نتكلم فيما بعد التفصيل عن أحكام الطلاق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها، طيب، وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. هذا دليل واضح على مشروعية الطلاق كما نراه في هذا الحديث. وأما الإجماع فقد اتفقت كلمة العلماء على مشروعيته ولم يخالف منهم أحد، أي لم يوجد أي خلاف بين الفقهاء على جواز أو على مشروعية الطلاق. طيب الآن ننظر إلى حكم الطلاق. الطلاق قد يكون واجبا، متى يكون واجبا؟ إذا كان هناك سبب قوي يستدعيه به، سبب قوي كالطلاق من قبل الحكمين إذا احتدم الخلاف بين الزوجين وتعذر الإصلاح، أي إذا يوجد هناك خلاف بين زوجين فحاول الحكمان لحل هذه المشكلة، ولكن لا يستطيع الحكمان حل هذه المشكلة، تعذر الإصلاح، لا يصل إلى الإصلاح. والطلاق في حالة العجز الجنسي، الرجل لا يستطيع أن يعطي نفقة الباطنية كما قلنا، يعني عندنا اصطلاح هذا نفقة باطن، عجز، هذا الرجل عاجز لا يستطيع.
بالنسبة للزوج فأيضا الطلاق قد يحدث بهذا السبب، أي يجب للزوج أن يطلق زوجته بسبب هذا العجز الجنسي. وقد يكون مندوبا، وقد يكون مندوبا كما إذا كان سببه إذا الزوجة زوجها أو أهله، الزوجة تؤذي زوجها، أي يعني تعمل أو تضربه مثلا، الزوجة تضرب الزوج أو أهله، هذا يعني قد يحدث مثل هذا. أو إن حرفت في سلوكها، أي الأخلاق سيئة هذه المرأة، وقصرت في حق من حقوق الله، أي يعني لا تؤدي حق الله، حق من حقوق الله مثل الصلاة أو الصيام أو غير ذلك، رغم أن الرجل مثلا الزوج دائما يأمر الزوجة بالصلاة، بأداء الصلاة مرارا مرات مثلا للصيام ولا تريد الصوم، فهذا أيضا في هذه الحالة يكون الطلاق مندوبا. طيب، ثم ننظر إلى حكم آخر في حكم الطلاق، وهو حرام، الطلاق حرام في هذه الحالة. طيب، ما هي الحال أو الحالة التي تحرم الطلاق؟ الطلاق في الحيض أو الطلاق الثلاث في طهر. طيب، إذا كان المرأة في حيض فلا يجوز الطلاق في هذه الحالة، أو الطلاق الثلاث في طهر، أو يعني الطلاق ثلاث مرات، أو بطلقات الثلاثة مرة واحدة، هذا حكمه حرام ولو كان في طهر. طيب، ثم قد يكون الطلاق مكروها إذا طلقها بغير حاجة بدون سبب شرعي، وقيل يحرم في هذه الحالة كقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلا الله تعالى الطلاق، يعني في هذه الحالة الرجل يعني له حرية كاملة في الطلاق، يعني أنه يختار إما أن يطلق أو يمسك الزوجة، إذا لم يريد هذه المرأة يعني بسبب من الأسباب، حتى ولم يكن هناك سبب يعني يجوز، يعني ولكن مكروه أي هو أبغض الحلال إلى الله الطلاق إذا كان الطلاق في هذه الحالة بدون سبب. طيب، قد يكون مباحا وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق الزوجة، هذا مباح، يعني أنه يريد أن يطلقها بسبب، وهو السبب هو سوء أخلاق الزوجة، الزوجة لا تتخلق بخلق حسن، ففي هذه الحالة مباح للزوج أن يزوجها، أن يطلقها. ثم ننتقل إلى أنواع الطلاق. الطلاق له عدة أقسام باعتبارات مختلفة. طيب، أولا من حيث دلالة اللفظ على الطلاق، ننظر إلى اللفظ كيف يكون الطلاق واحتياجه في ذلك إلى النية أو القرينة. نتكلم عن اللفظ، اللفظ هذا هل يحتاج إلى النية أم لا، هل يعتبر اللفظ هذا يعتبر صريح أو كناية، هذا أولا. ثم ثانيا من حيث عدد الطلقات، من حيث عدد الطلقات ووقت إيقاعها، ووقت إيقاعها والصفة التي توقع عليها، يعني النوع، هذا النوع إما أن يكون الطلاق هذا طلاق سني أو طلاق بدعي. ثم ثالثا من حيث حكم الطلاق الواقع بالصيغة. طيب، هل الصيغة هذه وهو إمكان الرجعة بعده، هل الصيغة من غير عقد جديد وعدم إمكانها، مثلا يعني تقسيم هذا، تقسيم الطلاق إلى رجعي أو طلاق بائن. ثم رابعا من حيث الصيغة واشتمالها على التعليق على شرط أو إضافة إلى زمن المستقبل. إذن هناك قسم الأول طلاق منجز وطلاق معلق أو مضاف، سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد في كل من هذه الأقسام. طيب، التقسيم الأول من حيث دلالة اللفظ على الطلاق واحتياجه في ذلك إلى النية أو القرينة أو عدم احتياجه، هذا ينقسم إلى قسمان، الصريح والكناية. طيب، ما هو الطلاق الصريح؟ الطلاق الصريح هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق، أي
لا يوجد هناك معنى آخر غير الطلاق، وألفاظه ثلاثة وهي الطلاق، الصراح، والفراق. إذن هذه الكلمات الثلاثة لا تعني شيء آخر إلا الطلاق. وما اشتق من هذه الألفاظ كقوله أنت طالق، هذا يعتبر لفظ صريح، أو أنت مصرحة، أو طلقتك، أو فارقتك، أو صرحتك. هذه كل الكلمات التي تستخدم في الطلاق، يعني هذه الكلمات تعتبر كلمات صريحة للطلاق. وإنما كانت هذه الألفاظ صريحة وردت وكررت في القرآن الكريم بمعنى الطلاق، يعني هناك آيات كثيرة تتكلم أو تستخدم هذه الكلمات وبمعنى الطلاق، كما قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال عز وجل أيضا وأسرحكن سراحا جميلا، وآية أخرى قوله تعالى أو فارقوهن بمعروف. كل هذه الكلمات، طيب مثلا هنا إذا طلقتم النساء، الطلاق، كلمة الطلاق تستخدم في هذه الآية، وهناك وأسرحكن سراحا جميلا، هذه الكلمة أيضا تعني الطلاق، وثم الفراق فارقوهن بمعروف. إذن كل هذه الكلمات تعتبر كلمة صريحة للطلاق. ولكن هناك خلاف بين الفقهاء في كلمة الصراح، الصراح والفراق، هل هاتان كلمتان تعتبران ألفاظ الطلاق الصريحة أم لا؟ تذهب الشافعية وأحمد إلى أنهما من ألفاظ الطلاق الصريحة، هذا ما يراه الشافعية وأحمد. والدليل على ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا دليل الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك ليست من ألفاظ الطلاق الصريح، يعني كلمة الصراح والفراق ليست من كلمات الصريحة كما قال أبو حنيفة ومالك. إن لفظي الصراح والفراق يستعملان في غير الطلاق كثيرا كما يقول أبو حنيفة ومالك، وهما الكنايات. إذن الكلمتان الصراح والفراق عند أبو حنيفة ومالك ليست من كلمات الصريحة. طيب حكم الطلاق الصريح، حكم الطلاق الصريح أن الطلاق بالألفاظ الصريحة يقع بدون شك، سواء توفرت فيه نية الطلاق أم لا. يعني كلمة الطلاق الصريحة لا تحتاج إلى النية، أن بمجرد ألفاظ، يعني أن يتلفظ الرجل بكلمة من هذه الكلمات الصريحة فوقع الطلاق بدون النية، أي لا تحتاج إلى النية، لأن صراحة اللفظ وقطعية دلالته على المعنى يغنيان عن اشتراط النية عند التلفظ به، أي لأن الكلمات واضحة مفهومة، لا يعني تحتمل أن تكون أو تعني معنى آخر، فتكون هذه الكلمات لا تحتاج إلى النية. ثم ثانيا الكناية. الكناية هي كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كناية معناه اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، وألفاظها كثيرة كقوله أنت خالية، أي خالية مني، أنت برية أو بريئة، أي منفصلة عني، أنت بتة أي مقطوعة الوصلة مني، اذهبي حيث شئتي، اعزبي أي تباعدي عني. هذه بعض الكلمات التي تستخدم بمعنى الكناية، يعني الطلاق ولكن بطريق الكناية. وأيضا في حديث التي روته عائشة بكلمة الحقي بأهلك، هذا أيضا يعتبر
يعتبر من الكناية. وحكم ألفاظ الكناية، اختلف الفقهاء في حكم الطلاق الكنائي. ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الكناية يقع بها الطلاق في حالتين. طيب إذا كانت كلمة الكناية تستخدم، فهذا يقع الطلاق بهذه الكلمة في حالتين. أولا أن ينوي الطلاق، يعني بشرط أن يكون أن توجد هناك النية، يعني تعني لو مثلا يقول الرجل اذهبي أنت إلى أبيك، أو اذهبي أو ارجعي إلى بيت أبيك مثلا، يقول هذا الكلام ليست كلام صريح، وإنما كلام كناية. إذن يحتاج إلى هذا الكلام إلى النية. إذا لم ينوي الرجل الطلاق فلا يقع الطلاق. وأن تدل القرينة على إرادة الطلاق، نوى أو لم ينوي. طيب. ثم قال مالك والشافعي: لو اشتهرت على ألسنة الناس في الطلاق كعلي حرام، مثلا يقول الرجل علي الحرام وأنت علي حرام، فلا يقع الطلاق بها إلا إذا قصد بها الزوج الطلاق. هذه الكلمة أيضا لو تستخدم، أو إذا استخدم الرجل على زوجته بهذه الكلمة أو بهذه العبرة، فلا يقع الطلاق إلا بالنية. إذا قصد بها شيئا آخر غير الطلاق، أو لم يقصد بها شيئا لم يقع بها شيء ولا عبرة بدلالة القرينة. طيب هذا ما يراه، أي هذا ما يحدث في توبة كعب بن مالك حينما تخلف عن غزوة تبوك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتزل امرأته، فقال أطلقها أم ماذا؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فقلت لامرأة الحق بأهلك، الحقي بأهلك. طيب هذا ما يحدث، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كعب باعتزال من زوجته في يعني حارثة غزوة تبوك، حينما تخلف كعب عن هذه الغزوة. فالأمر هنا، الكلام هنا الحقي بأهلك، لا يقصد به كعب بالطلاق، إذن لا يحدث أو لا يقع الطلاق في هذه الحالة. فلما نزلت توبته رجع زوجته إليه، ولم يؤمر بأن يعقد عليها من جديد، لأن الكلام الذي قاله كعب إلى زوجته لم يقصد به الطلاق. إذن حينما نزل، أي حينما قبل الله تعالى توبة كعب بن مالك، فرجعت المرأة زوجته إليه، ولم يؤمر، أي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعقد عليها من جديد. فدل ذلك على أن الحقي بأهلك لا يقع به الطلاق إلا بالنية، وحيث إن كعبا لم ينوي به الطلاق كما قلنا، فإنه لم يقع به شيء، ورجعت زوجته إليه بدون أن يعقد عليها بعقد جديد. ثم ثانيا، التقسيم الثاني من حيث عدد الطلقات ووقت إيقاعها والصفة التي توقع عليها، إما أن يكون الطلق هذا سني أو بدعي. طيب المرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من أحوال الثلاثة. طيب الحالة الأولى أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس، ولم يقربها زوجها في ذلك الطهر بعد، فإن وقع الطلاق في الحالة الأولى سمي طلاقا سنيا. طيب إذا كان الطلاق هذا يقع يعني في حالة المرأة يعني وهي طاهرة عن الحيض والنفاس، ولم يجامعها، أي لم يقربها زوجها، أي لم يجامعها في ذلك الطهر. طيب إذا وقع الطلاق في هذه الحالة يعتبر الطلاق سنيا، أي تابعا للسنة. طيب الحالة الثانية أن تكون متلبسة،
بعد الدخول بها بحيض أو نفاس أو تكون في طهر جامعها فيه زوجها، وإن وقع في الحالة الثانية سمي طلاقا بدعيا. طيب هذه الحالة الثانية تكون تعتبر متلبسة، يعني بعد الدخول زوجها الزوج بها بحيض أو نفاس. طيب انتهى الحيض والنفاس وأصبحت المرأة في طهر ولكن جامعها فيه زوجها، الزوج يعني يجامعها بعد الطهر، وهذا يعتبر طلاق بدعي. أما في الحالة الثالثة أن تكون صغيرة ولم تحيض بعد، أو آيسة تجاوزت سن المحيض، أو حاملا ظهر حملها أو غير مدخول بها بعد، أو طالبة للخلع، وإن وقع في الحالة الثالثة لم يكن سنيا ولا بدعيا. طيب هذه الحالة ليس سنيا ولا بدعيا، مثلا إذا كان الطلاق حدث على المرأة، تزوجها رجل ثم طلقها ولم تحد بعض، هذا وعدا أيسى تجاوزت سن المحيض، يعني المرأة كبيرة في السن تجاوز سن المحيض لم تحد انتهت الحد، أو حاملا ظهر حملها، يعني حامل المرأة هذه حامل، أو غير مدخول بها بعد، أي أن الرجل ما وطأ زوجته بعد، أو طالبة للخلع، أي المرأة هذه طلبت للخلع. إذا وقع الطلاق في هذه الحالات المذكورة فلا يدخل هذا الطلاق سني ولا بدعي. طيب ثم حكم الطلاق السني. الطلاق السني، إن الطلاق السني جائز وواقع، هذا مفهوم ما فيه شك، وهو شكل مطابق للتعاليم الشرعية في كيفية الطلاق، هذا هو المفروض، هذا هو يعني ما هو المطلوب في الشريعة، أي أن يطلق الرجل زوجته في حالة طهر ولم يجامعها في حالة الطهر. إذا كان الزواج ولا بد مطلقا، سواء أوقع الزوج طلقة واحدة أم أوقع ثلاثة طلقات مجتمعات، ولكن يسن أن يقتصر على طلقة أو طلقتين في الطهر الواحد كي يتمكن من إرجاعها إذا ندم. طيب إذن الطلاق السني هو كما قلنا أنه هو المفروض، و من المفروض أيضا أو من السنة ألا يطلق الزوجة أكثر من طلقة واحدة في الطهر. طيب لماذا؟ لأن قد احتمل الرجل مثلا قد احتمل أن يرجع مرة أخرى إلى زوجته، فيمكن له أن يفعل ذلك إذا ندم. يعني إذن من الأفضل ألا يطلق يعني طلقتين في طهر واحد. ودليل الطلاق السني قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وهو الطهر. أي المفهوم من هذه الآية أن الطلاق من المطلوب أن يكون في طهر. طيب ثم نتكلم بعد ذلك الطلاق البدعي. هو الطلاق البدعي في الشرع محرم، الطلاق البدعي طلاق محرم شرعا ولكن واقع، أي إذا طلق الرجل زوجته في حيض، هل وقع الطلاق؟ نعم وقع الطلاق، ولكن الفعل هذا حرام شرعا، يلزم وقوعه الإثم إذا يعني فعل فعل محرم، فهو المفهوم أنه يأثم بذلك لمخالفته للصورة المشروعة للطلاق التي وردت في قوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي الطلاق هذا لابد أن يكون في طهر.
ويسن له الرجعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال رسول الله: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب، من هنا أنه ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرته في حالة الحيض، فحدث هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجع من عبد الله بن عمر زوجته، ثم يمسكها حتى تطهر، يعني وهي حائض في تلك الحالة في عند الطلاق، ثم أمر الرسول لأن يراجعها، أي يراجعها مرة أخرى، ثم يمسكها، أي يكون مثل الزوج والزوجة مرة أخرى لمدة معينة حتى تطهر. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن ينتظر حتى تحيض المرأة مرة أخرى ثم تطهر، ثم بعد ذلك لو أراد أن يمسك أو يستمر بهذا الزواج فيستمر، وإلا فيجوز له أن يطلق قبل أن يمس أو قبل أن يطأها. فهذه هي العدة المشروعة، يعتبر الطلاق السني. والمعنى يتركها بعد رجع حتى تطهر، وعندئذ يوقع طلقة واحدة إذا شاء وإذا حاضت ثم طهرت، أوقع طلقة أخرى إذا شاء وإذا طهرت المرأة الثالثة، فلينظر إن شاء أمسكها بعد الرجع، وإن شاء أوقع طلقة ثالثة وتكون قد بانت بذلك منه. هذا يعني قد شرحنا هنا في ما يتعلق بهذا الكلام. طيب، ثم فالحقيقة اختلف بين العلماء من حيث وقوع طلاقه. طيب، قلنا سابقا أن الطلاق يعني وقع، ولكن هناك خلاف بين الفقهاء. لماذا اختلف الفقهاء؟ عند الجمهور بوقوعه، أي إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض فالطلاق وقع أو يقع وقع الطلاق، رغم أن هذا العمل هذا يعتبر أمر يعني عمل منهي شرعا، ولكن الطلاق وقع عند الجمهور، لأن عموم النصوص في الطلاق وهي لا تفرق بين بدع وغيره، لأن الطلاق يعني الطلاق مرتان، مثلا الآية تقول، وهناك لم توجد أي خلاف أو التفرقة بين البدع وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين أخبره أن عبد الله طلق زوجته وهي حائض: مره فليراجعها، فدل على وقوع الطلاق في الحيض، لأن رجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر، طيب، أن يرجع، أمر عمر حيث أخبر أن عبد الله طلق زوجته، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ليراجع، أي الرجوع لا يكون إلا بعد الطلاق. طيب، ثم عند الشيعة الإمامية وابن حزم الظاهري وابن التيمية وابن القيم لا يقع الطلاق إذا كان الطلاق هذا يحدث في الحيض. ما هو استدلالهم؟ استدلالهم أن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى ولا أذن فيه، فلا يحكم بنفوذه وصحته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ما يراه الشيعة الإمامية وغيرهم من العلماء، يقولون لأن هذا يخالف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس علينا عليه أمرنا فهو رد، أي معنى الرد هنا يعني لا يصح، أي لا يقع. والراجع عند الجمهور لأن أدلتهم واضحة الصحة.
طيب ثم ننتقل إلى الرقم الثالث، الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة. إن الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة جائز وواقع وليس حرام، وليس حراما، إذ لا ضرر يلحق الزوجة بسببه، إذ الصغيرة والأيسة تعتدان بالأشهر فلا يلحقهما ضرر إلى إطالة العدة، وكذلك الحامل فإن عدتها على كل حال بوضع الحمل، وكذلك طالب الخلع لأن ابتداءها نفسها من الزوج بالمال دليل على حاجتها إلى الخلاص منه ورضاها بطول التربص. طيب في هذه الحالة الطلاق بهذا الطريق، يعني الطلاق لمن؟ للزوجة الصغيرة، الزوجة الصغيرة التي لم تحض بعد، يعني ما في مشكلة هنا. والأيسة المرأة الكبيرة في السن، يعني ما في مشكلة أيضا، إذا لأن الحيض قد انتهى. طيب إذا ما في ضرر يحدث، كذلك الخلع أيضا. طيب إذا في هذه الحالة الطلاق، في هذه الحالة كما تكلمنا آنفا أنه ليس فيه ضرر، لا يدخل فيه سنة ولا بدعة، أي بمعنى أنه جائز وليس بحرام. ثم التقسيم الثالث من حيث حكم الطلاق الواقع بالصيغة وإمكان الرجعة بعده من غير عقد جديد وعدم إمكانها، يعني طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يستطيع الزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته قبل انتهاء العدة. طيب هذا يعتبر الطلاق الرجعي، حيث تستأنف الحياة الزوجية بينهما دون حاجة إلى عقد جديد، رضيت بذلك أم لم ترضى. طيب الطلاق كما عرفنا هو حق للزوج، إذا طلق الزوج زوجته فله أن يرجع إليها حتى ولو بدون رضا الزوجة، أي الرجوع لا حاجة إلى الرضا من الزوجة. ثم الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، البائن بينونة الصغرى والبائن بينونة الكبرى. فالبائن بينونة الصغرى هو الذي ينهى الزوجية، هو الذي ينهي الزوجية، لا يستطيع المطلق بعده إرجاع المطلقة إلى عصمته إلا بعقد جديد. طيب هذه الحالة مثلا إذا انتهى العدة، إذا مثلا طلق الرجل زوجته بطلقة واحدة ثم انتهت العدة، لا يجوز لها أن يراجعها إلا بعقد جديد. ثم البائن بينونة الكبرى وهو الذي ينهي الزوجية، لا يمكن أن يعقد عليها بعد العدة إلا بعد الزواج بآخر زواجا صحيحا، وأن يدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها، وهذا ما نسميه بالملايو جنبوتا. طيب جنبوتا يعني ينهي الزوجة هذه الطلقة بثلاثا. طيب بعد انتهاء مثلا طلق الرجل زوجته مرة ثم راجعها، ثم طلق مرة أخرى راجعها مرتين، ثم طلق مرة ثالثة ولا يستطيع أن يراجعها إلا أن يزوجها بعد انتهاء العدة طبعا، أي زوجها رجل آخر، ليس مجرد الزواج، لا بد أن يجامعها الرجل الثاني، هذا الزوج الجديد هذا لا بد أن يجامعها ثم طلقها، ثم بعد انتهاء العدة يجوز للزوج الأول أن يزوجها مرة أخرى، وهذا يعتبر البائن بينونة الكبرى. طيب ثم حالات الطلاق الرجعي، هناك حالات الطلاق الرجعي. طيب الحالة الأولى إذا كان طلقة واحدة بلفظ صريح بعد الدخول الحقيقي، طلقة واحدة لفظ لابد أن يكون صريحا بعد الدخول بعد الجماع. طيب هذا أول، هذه الحالة. حالة الثانية إذا كان في غير مقابل عوض مالي، بغير مقابل عوض مالي، أي
يعني الرجل هذا لا يدفع مهر يعني بدون مقابل. هذه الحالة أخرى. طيب إذا لم يكن مكملا للثلاث، أي إذا لم يكن مكملا أي يطلق مرة واحدة فقط أو مرتين فقط ليس ثلاثة، هذا يعتبر داخل في طلاق الرجعين. طيب إذا تم الطلاق بناء على حكم القاضي بسبب إعسار الزوج بالنفقة عند إن هذا ما يراه المالكية، أي إذا مثلا إذا تعسر الزوج، الزوج ليس له قدرة على النفقة على الزوجة، فأخذ هذه القضية مثلا، أخذ المرأة هذه القضية إلى القاضي وأمر القاضي بالطلاق. طيب هذا عند الحنفية، عند المالكية هذا يدخل تحت الطلاق الرجعي. طيب الطلاق المترتب على الإيلاء عند الجمهور، هذا النوع أيضا يدخل فيه الطلاق الرجعي. ثم وتترتب على الطلاق الرجعي الآثار الآتية. طيب إذا حدث الطلاق والطلاق هذا يدخل تحت الطلاق الرجعي، ماذا يحدث بعد ذلك؟ ما هي النتيجة من ذلك؟ أولا ينقص عدد الطلاقات التي يملكها الزوج على زوجته، ينقص بمعنى أنه حينما يتزوج الرجل عنده ثلاث مرات، ثلاث طلقات، إذا طلق مرة ينقص والباقي طلقتين، مفهوم؟ طيب ثم ثانيا يصبح طلاقا بائنا وينهي الحياة الزوجية بانتهاء العدة دون مراجعة الزوج لزوجته. طيب النتيجة الثانية يعتبر طلاقا بائنا بانتهاء العدة. طيب إذا طلق الرجل زوجته ولم يراجعها وينتهي العدة، هذا يعتبر الطلاق طلاق بائن، ويريد أن لا يجوز مراجعة زوجته إلا بعقد جديد، لكن يجوز له أن يراجع قبل انتهاء العدة. هذا النتيجة الثانية. ثم النتيجة الأخرى، الطلاق الرجعي لا ينهي الرابطة الزوجية ولا يزيل ملك الاستمتاع ويعتبر بذلك مراجعا لها. طيب مثلا إذا كان الرجل هذا طلق زوجته ولكن أنه طبعا يسكن في نفس البيت مع زوجته المطلقة، ولكن العدة ما زالت مستمرة، أي لا تنتهي العدة بعد. طيب إذا كيف العلاقة بين هذا الرجل وبين الزوجة المطلقة؟ هذا طلاق رجعي. طيب العلاقة ما زالت مستمرة، أي لا تنقطع هذه العلاقة الزوجية بعد. طيب ماذا يحدث إذا مثلا فعل ما فعل الرجل مع زوجته قبل الطلاق، مثلا جامعها أو وطأها؟ ما في مشكلة، لأن هذا العمل يعتبر ذلك مراجعا إليها، يعتبر هذا الفعل الرجوع. طيب يعتبر هذا الفعل الرجوع إليها. طيب إذن ليس 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 حرام، هذا الفعل ليس محرم، لأن ما زالت العلاقة الزوجية يعني مؤقتا فقط، تنقطع مؤقتا حتى يفعل شيء كزوج. إذا فعل شيئا مثلا يلمسها أو يعني يقبلها أو يجامعها، فهذا كل هذه الأفعال يعتبر مراجعا لهذه المرأة مرة أخرى. طيب إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر، يعني ما إذا كان الرجل طلق زوجته والعدة ما زالت يعني تستمر أو لم تنقطع أو لا تنتهي العدة فقط، إذا المرأة إذا مات الرجل المرأة ترثه، وإذا مات المرأة يرثها الرجل. ثم بعد ذلك يستمر في الإنفاق عليها إلى حين انتهاء العدة. طيب يجب على الرجل حينما طلق زوجته ولم تنقطع العدة أو لا تنتهي العدة
يجب عليه أن ينفق عليها. ثم بعد ذلك لا يلزم بمهر جديد عند الرجعة. طيب عند الرجعة، طيب عند الرجوع لا لا ليس له مهر جديد، لأنها يعني لأن الرجل ما زال في علاقة زوجية حقيقة، فهي في حكم الزوجة ولا يمكن يعني دفع المهر مرتين. طيب المهر مرة واحدة في زوج في زواج واحد. ثم أخيرا يحق للزوج أن يعيدها لنفسه من جديد متى شاء ودون وبدون عقد جديد. طيب في هذه الطلاق رجعي ما في مشكلة للرجل أن يراجع زوجته في أي وقت يشاء بدون أن يحصل على بدون أن يحصل على رضا من الزوجة، لأن حق الطلاق والرجعة والرجوع من الزوج ليس من الزوجة. ثم يكون الطلاق بائنا بينونة الصغرى في الأحوال التالية. طيب الطلاق بائنا بينونة الصغرى في الأحوال التالية: أولا الطلاق قبل الدخول. طيب الطلاق قبل الدخول، لأن هذا الطلاق لا تجب به العدة. طيب الطلاق قبل الدخول لا يحتاج إلى العدة، ولا يقبل الرجعة، ولا يقبل الرجعة أيضا. وإذا لم تجب العدة فلا تمكن المراجعة، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا الطلاق قبل الدخول ما في عدة ولا عدة، إذا لم توجد العدة فلا توجد الرجعة، لأن الرجعة تحدث فقط أثناء العدة. طيب ثم الطلاق دون الثلاث، الطلاق دون ثلاث، الطلاق أقل من ثلاث طلقات. طيب فإذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم انتهت العدة ولم يراجعها، طلقت طلاقا بائنا بينونة الصغرى، هذا يسمى الطلاق دون الثلاث. إذا انتهت العدة بعد الطلاق للمرة الأولى ولم يراجعها حتى تنتهي العدة، فهذا يعتبر الطلاق طلاقا بائنا بينونة الصغرى. ثم رابعا الطلاق على مال، هذا يعتبر الخلع. طيب فإذا خلع الرجل امرأته على مال تدفع له ليفارقها، أو طلقها على مال تدفعه له لتنهي علاقتها به، طلقت وليس له مراجعتها في العدة، فهذا الطلاق يقع بائنا بينونة الصغرى. وإذا تم هذا الطلاق فلا تحل الزوجة بعده إلا بعقد ومهر جديدين سواء كان زوجها أو غيره، فتعتد بحيضة ثم يحل نكاحها. طيب الطلاق على المال أو الخلع طيب يجوز في هذه الحالة للرجل. طيب إذا كان الرجل طيب يريد لا يريد حقيقة أن يطلق زوجته، ولكن الزوجة تطلب أن تطلق أن يطلقها، فكيف يعمل؟ يجوز للرجل أن يطلب من هذه المرأة أن تدفع له مالا أو مبلغ معين من المال. فإذا وافقت هذه المرأة بدفع الزوج مالا بمبلغ معين من المال، فأصبحت هذه المرأة مطلقة، أي يعني طلقت هي بهذه الحالة، وليس له مراجعة في العدة، يعني لم توجد العدة الطلاق، ولو يعني مرة أخرى يعني طلقت هكذا بدون لم توجد هناك عدد معين في الطلقات. أصبحت مرة حينما وافقت المرأة أن يدفع زوجها بالمال، فأصبحت هذا يقع بائنا، الطلاق هذا بائنا بيننا صغرى. وإذا تم هذا الطلاق فلا تحل الزوجة بعده إلا بعقد، ولو يريد الرجوع مرة أخرى إلى الزوجة لابد أن يدفع، يعني لابد أن يكون هناك عقد جديد ومهر جديد.
طيب ليس مثل الطلاق العادي. ثم بعد ذلك الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة هو الطلاق الذي يوقعه القاضي بطلب من الزوجة هذا الضرر، إما لسوء عشرة زوجها أو غيبته عنها أو حبسه مدة طويلة أو كان بزوجها عيب مستحكم كالعقم وعدم القدرة على الوطئ أو مرض خطير منفر عنه ونحو ذلك. طيب الطلاق أيضا يحدث كما قلنا لرفع الضرر عن الزوجة. طيب إذا كان ما يحدث مثل ما حدث في حادثة طائرة هذا ماس مثلا، الطائرة إذا غاب الرجل لم يعرف أو المرأة هذه لا تعرف إما أن يكون الزوج هذا يعني ما زال على قيد الحياة أو قد مات أو غير ذلك غاب يعني مدة طويلة، فيجوز للزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق. هذا يعني يقع الطلاق هذا بأمر من القاضي. وأما الطلاق البائن بينونة صغرى فيظهر أثره في الأمور الآتية. طيب الطلاق بائن بينونة الصغرى يعني الطلاق بعد انتهاء العدة أو يعني الخلق هذا أيضا بائن بينونة صغرى. أولا ما هي الأثر؟ الأثر الأول أنه يزيل ملك الاستمتاع، أي لا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته في هذه الحالة. طيب هذا أولا. ثم ثانيا إذا انتهت العدة يمنع التوارث. طيب يمنع التوارث أي بمعنى إذا مات أحدهما في أثناء العدة لانتهاء سبب الإرث وهو الزوجية إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت، هذا يعني إذا كان الرجل في حالة الموت طلق زوجته بقصد الفرار من ميراثها فهذا في هذه الحالة أنها ترثه إذا مات قبل انقضائها. طيب ثم ينقص به عدد الطلقات كما تكلمنا آنفا، ينقص به عدد الطلقات أن يكون طلاقا ثالثا سواء كان مكملا للثلاث تفريقا بأن يطلق الرجل زوجته كل مرة طلقة أم مقترنا بالثلاث لفظا أو إشارة مثل أنت طالق ثلاثا أنت طالق ويشير بأصبعه الثلاث. طيب هذا يكون الطلاق بائنا بيننا كبرى. طيب انتهينا من الكلام الطلاق بائن بيننا الصغرى وندخل الآن في الطلاق بائن بيننا الكبرى. متى يحدث الطلاق بائن بيننا الكبرى؟ في الحالة الآتية أن يكون طلاقا ثلاثا. طيب سواء أكان مكملا الثلاث تفريقا يعني ليس مرة واحدة أو بأن يطلق الرجل زوجته كل مرة طلقة ثم مقترنا بالثلاث لفظا أو إشارة. طيب أو مرة مثلا أن يكون طلاقا ثالثا مرة واحدة أو يطلق زوجته مرة واحدة ولكن أشار أو يعني هناك لفظ يدل على أنه يريد مثلا يعمل هكذا بصعب ثلاثا يعني يقول مرة طلقة واحدة ولكن يقول أنت الطالق ويشير بأصبعه ثلاثا يقول طالق يعني لو يشير بأصبعه ثلاث هذا لا يدل على طلقة إلا طلقة واحدة. طيب ولكن إذا يشير هكذا ثلاثا ولو يقول أنت الطالق وهذا ويعمل مثل هذا بأصابعه فهذا يعتبر طلاق ثلاثا أو مكررا ثلاث مرات في مجلس واحد أو في مجالس متعددة أيضا يكون طلقة بائنا بيننا كبرى. أي مثلا يقول أنت الطالق هذا مثل مرة ثم يقول أنت الطالق مرة ثانية ثم يقول أنت الطالق مرة ثلاث مرات إما في مجلس واحد أو في مجالس متعددة فيقع ثلاثا إلا إذا قصد تأكيد الطلقة الأولى السابقة فلا يقع إلا طلقة واحدة.
فإذا قصد ذلك ثلاث مرات يذكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا يريد ثلاث مرات، هذا يقع ثلاث يعني طلقات. ولكن لو يقول ثلاث أنت طالق أنت طالق أنت طالق لكن لا يقصد إلا للتأكيد فيقع. طيب الآن ننظر إلى آثار الطلاق البائن بينونة كبرى يثبت به ما يلي. طيب أولا زوال الملك والحل معا، زوال الملك والحل معا، فلا تحل له في هذه الحالة حتى تنكح زوجا غيره، هذا للطلاق البائن بينونة الكبرى. طبعا ثم ثانيا حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة، حلول الصداق المؤجل إلى الطلاق أو الوفاة، بمعنى أنه لم لو لم مثلا يدفع الرجل المهر الصداق أو يريد أن يؤجله، طيب إذن يجب عليه الآن أن يدفع للمرأة. ثالثا منع التوارث بين الزوجين لانقطاع الزوجية كما عرفنا. ثم رابعا حرمة المطلقة على الزوج تحريما مؤقتا حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها فتحل له، يعني الحرمة مطلقة تحريما مؤقتا فقط، يعني مؤقتا من حيث أنه يجوز له أن يزوجها مرة أخرى بشرط أن يزوجها زوجا آخر ثم يطلقها، ثم بعد انتهاء العدة يجوز للزوج الأول أن يزوجها مرة أخرى. طيب ثم تقسيم الرابع من حيث الصيغة واشتمالها على التعليق على شرط أو إضافة إلى زمن المستقبل أو طلاق منجز. طيب الطلاق المنجز هو ما تطلق ما ما طيب الطلاق المنجز منجز هو ما تطلق به الزوجة في الحال بدون تعليق على شرط أو الإضافة إلى زمن المستقبل، كقولي أنت طالق، وقوع الطلاق في الحال وترتب أثره عليه فورا، هذا يعتبر الطلاق المنجز، أي لا يعطي أو لا يعلق على شرط أو إضافة إلى زمن المستقبل، لا يقول مثلا أنت طالق غدا، أي هذا يعني يعلقه أو يوجد تعليق بالمستقبل، ولكن لو يقول أنت طالق الآن فورا في هذه الحالة مباشرة يكون المرأة يكون الطلاق وقع مباشرة بدون تأجيل. طيب ثم إذا كان الطلاق المضاف إلى زمن المستقبل، لو مثلا لو اقترنت الصيغة في زمن المستقبل كأن يقول الزوج أنت طالق غدا أو بعد سنة، وهناك خلاف بين الفقهاء في حكمه، يقول الجمهور أنه يقع عند حلول الزمن الذي أضافه إليه، أي يقول الجمهور إذا يقول الرجل أنت طالق السنة القادمة، فإذا يعني حلت الوقت إذا حلت إذا يعني إذا حان الوقت أو إذا جاء الوقت المذكور في الطلاق فيقع في هذه الحالة. وأما عند مالك يقع حالا، ولو يعني ولو يعلقه بسنة أو بأسبوع غير ذلك يقول مالك يقع حالا. وأما ابن حزم لا يقع لا في الحال ولا في المستقبل، هذا ما يراه ابن حزم. طيب الطلاق المعلق بالشرط، وهو ما ربط وقوعه بحدوث أمر في المستقبل بأداة من الأدوات الشرط. قال الزوج لزوجته لو أنت تدخلي في هذا الدار أنت طالق، هذا المعلق بالشرط. كما يصح الطلاق ويقع منجزا فإنه يصح معلقا، قول النبي المسلمون على شروطهم، إذ يفهم من هذا الحديث أن الشروط التي يعلق الإنسان عليها إبرام شيء تكون محل اعتبار وتقدير من الشارع، ما لم تكن تحرم أو تحرم حلال أو تحرم حلالا أو تحل حراما. إذن ما في مشكلة، وهو مثل الطلاق منجز أيضا إذا ربط بشيء أو بحدوث أمر كما رأينا هنا، لو أنت تدخلي في هذا الدار وأنت طالق فيقع الطلاق بمجرد دخول هذه المرأة الزوجة إلى هذا الدار.
طب الآثار التي يترتب على الطلاق المعلق: عدم وقوع الطلاق ما دام الشيء الذي علق الطلاق به لم يحصل. طب إذا دخل، إذا يقول الرجل لو دخلت، لو تدخلي هذا الدار، طيب وقف يقع فأنت الطالق، طيب لم يقع الطلاق حتى تدخل هذه المرأة إلى هذا الدار، هذا أولا. ثانيا، تظل الحياة الزوجية مستمرة بكامل أحكامها وملتزماتها. طيب لم يقل شيء، طيب لم يحدث شيء حتى تفعل المرأة كما هو في 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 اللفظ. طيب ثم يقع الطلاق بمجرد حصول الشرط الذي علق الزوج الطلاق به دون حاجة إلى أن ينطق نطقا جديدا بالطلاق، أي لا يحتاج للرجل أن يعيد أو يقول مرة أخرى. فإذا قال، إذا قال الرجل لزوجته لو مثلا تخرجي من هذا البيت بدون إذني كما قال الزوج فأنت الطالق. فإذا ما دامت المرأة لم تدخل فلا يقع الطلاق، ولو بعد 10 سنوات لم يدخل إلا بإذن الرجل فلا يقع الطلاق. ولكن مجرد دخول، مجرد خروج المرأة بدون إذن زوجها فيقع الطلاق مباشرة بدون حاجة إلى الزوج أن يتكلم أو ينطق أو يلفظ يعني مرة أخرى الطلاق كما قد لفظ قبل هذا. ثم نتكلم عن تعليق الطلاق بصفة أشهر. كما يصح الطلاق ويقع منجزا فإنه يصح معلقا أيضا كما تكلمنا، قد تكلمنا عن هذا. طيب ثم ننتقل إلى شروط صحة الطلاق ووقوعه. طيب الشرط الأول ثبوت عقد النكاح. طيب ثانيا تكامل الرشد. ثم الشرط الثالث تكامل الاختيار. طيب الشروط الأول ثبوت عقد النكاح. طيب فلا يقع طلاق الرجل من المرأة التي لم يعقد نكاحه عليها، هذا يعني معروف. طيب إذا كان الرجل لم يعقد على المرأة بنكاح صحيح فكيف أن يطلقها؟ لا يجوز. طيب ودليل على ذلك قالوا الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب هذا معروف، لا طلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح. طيب لا نشرح يعني بتفصيل هذا الموضوع لأنه واضح جدا، لا يصح الطلاق قبل النكاح. ثم ثانيا تكامل الرشد، الصبي المجنون والنائم لا يقع طلاقهم، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، والاحتلام هو البلوغ والكبر. طيب اذا هذا ايضا واضح لان الصبي والمجنون غير بالغ، يعني غير مميز. طيب إذا كيف يقع الطلاق ممن يعتبر غير عاقل؟ وكذلك الساهي، وكذلك الساهي والجاهل بمعنى الكلام الذي لا يفهم الكلام، وأيضا لا يقع الطلاق. وكيف بطلاق السكران؟ أما السكران فإن سكر بدواء لا مندوب له من استعماله، أو غاب من جرائه عقله، أو أكره على شرب مسكن بالتهديد، أو صب المسكن في جوفه، هذا حكم كالصبي والنائم والساهي بجامع العذر في كل. طيب إذا لا يقع الطلاق أيضا إذا سكر بدون قصد، أي يعني واحد صب المسك في جوفه أو بالتهديد يريد أن يقتل، لو لم يشرب الخمر مثلا يريد أن يقتل تهديد، فشرب الخمر وأصبح سكرانا ثم طلق زوجته، فهذا حكمه كحكم الصبي هنا.
وأما إذا سكر متعديا أي متعمدا قصد يعرف ويعلم أن هذا الشرب يعني يؤدي إلى السكر فشربه بقصد واختيار بدون عذر فإن طلاقه يعتبر يقع في هذه الحالة. ثم الشرط الثالث تكامل الاختيار، أي معنى أنه لا يقع الطلاق المكره. طيب، لكن المكره له الإكراه له شروط معينة. أولا أن يكون الإكراه بغير حق، الإكراه بغير حق. فإن أكره على الطلاق بحق كأن كان مضارا لزوجته فالطلاق يقع، الرجل لا يؤدي واجبته، طيب لا ينفق على زوجته، فشكت المرأة إلى القاضي فطلب القاضي أو أكره القاضي على الطلاق، ففي هذه الحالة الطلاق يعتبر طلاق بحق فيقع الطلاق في هذه الحالة. أن يكون الإكراه متعمدا على التهديد له مباشرة بما يحصل منه ضرر شديد كالقتل. طيب، إذا مثلا لا يقع الطلاق، يعني هذا إذا أكره الرجل، إذا أجبر رجلا آخر على أن يطلق زوجته وإلا فيقتله، فهذا لا يقع الطلاق. وأيضا ننظر إلى حالة المكره، هل المكره الذي أكره هذا قادر على تنفيذ ما هدد به؟ لو يريد يقول لو لم يعني مثلا إذا لم تطلق زوجته فأقتلك، لكن ما عنده سلاح، ما عنده شيء، أنه رجل يعني ضعيف مثلا لا يستطيع أن ينفذ أو يقتل. فهذا لو يقول الرجل لو يعني طاعة، لو أطاع الرجل، لو طاع الرجل بكلام المكر هذا فيقع الطلاق في هذه الحالة. طيب، إذن لأنه لم يقدر على فعل شيء. ولكن لو ما عنده مثلا عنده مسدس، عنده سكين، يقول ويضع السكين هنا في العنق ويقول طلق زوجتك وإلا أقتلك، فهذه الحالة لو طلق أو يقول لزوجتي أنت الطالق فلا يصح أو لا يقع الطلاق في هذه الحالة، لأن المكره قادر على فعل ما هو يعني هدد به. طيب، ثم ألا يصل من الزوج المكره إلا القدر الذي أكره عليه، فلا أكره على الطلاق مرة أو مطلقا فطلق طلقتين أو ثلاثا وقع الطلاق. طيب، لا يفعل أكثر مما أكره عليه. طيب، لو يقول طلق زوجتك ويكفي له أن يطلق مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. ثم نتكلم عن طلاق الهازل واللاعب. طيب، كيف الهازل واللاعب؟ إذا تأملت في الشروط التي ذكرناها لوقوع المكره علمت أن طلاق الهازل واللاعب واقع. طيب، أنت تلعب، أنت فقط يعني أنت تلعب فقط أنت تلعب مع زوجتك كأنك يعني يعني أنك تعمل شيء ليضحكها مثلا، فعل مو ضحك، just want to make a joke for example، هذا يقع الطلاق. لأن هذا الرجل راشد بالي عاقل مختار ولا يعد لعبه وهزله عذرا، يعني if you just want to make a joke out of it then it's considered as واقع، يقع الطلاق في هذه الحالة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. طيب، ثم ننظر إلى حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد. طيب، وكيف إذا كان الرجل يطلق زوجته مرة واحدة بثلاث، يعني بطلاق الثلاث بلفظ واحد؟ طيب، إذا لم يلتزم بالكافية المفضلة، الكافية المفضلة أن يطلق مرة مرة، فلا يعني أن الطلاق لا يقع، الطلاق يقع
بل يقع كيف كيفما كان ما دام الأشهر التي تحدثنا عنها مجتمعة في شخص المطلق. ولا يعتبر ذلك محرما، أي يعني ليس بحرام أن يقول الرجل يعني طلقتك أو يعني أنت طالق ثلاث طلقات مثلا، بل هو خلاف السنة، هذا يعتبر خلاف السنة. طيب وقد سأله ركانة عن سبيل لرجعتها، والله ما أردت إلا واحدة. قال اللهم أردت إلا واحدة فردها إليه. فالحديث دليل على أن ركانة لو أراد بقول البتة ثلاثا لوقعنا. ولما أذن له النبي بردها وإلا لم يكن لسؤاله وتحليف له أي معنى. طيب الحمد لله قد وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، و يعني نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفصل إن شاء الله، من هذه المحاضرة، ونراكم إن شاء الله في مستقبل قريب إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.